مصر بتتطور وبتبني أقوى عاصمة إدارية في تاريخها، وعشان كده شركة مدن أطلقت أقوى مبادرة حصلت وهتحصل في التاريخ العقاري المصري كله، مبادرة العشرين سنة. دلوقتي والأول مرة في مصر هتقدر تمتلك وحدة سكنية إدارية تجارية بأقساط تصل لعشرين سنة ومن غير فوائد، في فندق سنترال ايكونيك تاور، أول فندق أمام البرج الأيقوني، أعلى برج في أفريقيا. الفندق بيتميز بإدارة عالمية من شركة فاسيل المسؤولة عن إدارة وتشغيل أشهر الفنادق لوسيت وهيلتون وموفنبيك وغيرها كتير، هتضمن لك أفضل خدمة وبأعلى جودة. المشروع بالتعاون مع شركة أحمد حسين ديزاينز، أقوى شركات التصميم المعماري. احجز وحدتك الآن. مدن بتبني وطن.